حارس ضمك زي صعبة. ما انا قلت لك ما عندهم يعني بيلعبوا بأريحية، ما عندهم اي ضغوطات لا نعم فنية لا بدنية لا فنية لا ذهنية، لانه هم في التارجت حقهم حققوا، فبيقدم في مستويات كويسة جدا لانه ثابت وما عنده اي مشاكل. مستغرب بس في هندي رغم انه وراه قبل الفارق صاحب الهدف الثاني للاهلي هو طبعا. ايوه، لكن رغم انه جاب الهدف لكن برضه يعني انا مشاكل الدفاع في الاهلي برضه ممكن يكون. طيب جميل. خط الوسط الارجنتيني بانيغا لاعب الشباب، والبوروفي كيوفا لاعب الفتح، والبرازيل بيريرا لاعب الهلال، والجزائران مصطفى سفيان بندبكه وامير سعيود لاعب الطائف. غاية موفقة جدا واختيار نعم يعني صادف أمير سعيود هو طبعا صاحب الهدف ولاعب من الكبار يعني. هلا نعم أمير سعيود نعم، وحتى حتى بندبكة و... حتى كويفا كويفا نعم في رباعية الاتفاق سجل نعم هدفين وصنع هدف. نعم يعني مجموعة موفقة وحتى اختيار الأسماء موفق. اختيار موفق. الهجوم فينيست أبو بكر وحمد الله. حمد الله هو طبعا صاحب أعلى تقييم بنسبة 9.2، هو الهاتريك ده. نعم وبعدين غير كذا الهدف ضربة الجزاء في التوقيت ده وتجيبه بالثبات ده يعني برضه يوريني ان انت لاعب قيمه كبيره جدا جدا طبعا. في انا متاكد في اللحظه دي بيكون كثير من جماهير الاتحاد، حتى في لقطه واحد من الرجال المحبين للاتحاد كان مد ظهره للملعب وما قادر يشوف فعلا في حتى خلي الجماهير في اداريين وفي جهاز فني في ضربات الجزاء بيدوا ظهرهم للفنان ده، في ناس بيموتوا عديل يعني بتجيب سكتة قلبية شخصية حمد الله.